أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا السماء بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة 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 لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
أأنتم أشد خلقا أم السماء صدق الله.